السلام عليكم، معكم نزيلة من جمعية نور للرعاية الاجتماعية اللي كانت جمعية خيرية إسلامية تاع عين الشق ديال دوماغ سابقا. هذه الجمعية هي كترعى الفتاة منذ نعومة الأظافر ديالها حتى النهار اللي كتمشي فيه لدارها. الجمعية بدلت هذا المبدأ، تبدل المبدأ ديالها من نهار اللي جاو هاد المسؤولين، يعني ما بقاش ديك الجمعية اللي كتنظن على باش توجد ديك الفتاة أنها دير على المستقبل ديالها وتوصل للهدف ديالها. هاد الناس المسؤولين اللي ولاو في هاد الجمعيه ولاو كيحطموا ديك الفتاه، ما كتعرفش راسها شنو باغا، ما كتعرفش لاش اصلا علاش داخله لديك الجمعيه. الجمعيه ما بقاتش ولا الهدف ديالهم هو الهدف، المصلحه ديالهم ما بقاوش دوك الناس اللي كانوا كيوقفوا على المصالح ديال البنات كيمسحوا لها المصالح ديالهم هما. اول حاجه غنهضر عليها هو ان البنات ما بقاش عندهم واحد، ما عندهمش واحد الدعم، لا نهضروا على الدعم المادي لا المعنوي، حتى الدعم ديال المدرسه ديالهم ما بقاوش الناس، ما بقاش البنت عندها واحد النيفو ديال القرايه. وليتي بنت كتشوفها مثلا كتكون في البريمير تطلع الكوليج ما عندهاش داك النيفو بحال البنات، يعني عندها نقص في الجانب الدراسي ديالها. هما ما كيشوفوش هادشي، كيشوفوا غير الجانب الخارجي، كيهتموا غير بالجانب الخارجي ديال المؤسسه، يعني كيشوفوا صباغه، كيشوفوا حيط يتبدل، يشوفوا التلفازه الدار، ولكن ما كيهتموش بالجانب ديال هذيك الطفله انها يوجدوها لواحد النهار انها تكون قادره باش تناضل وتخرج للمكان العام وتكون وحده قادره انها تناضل من اجل مستقبلها. يعني كتكون جالسه مع ما بها حتى لواحد النهار كتوصل كيقول لها غتمشي في حالاتك. هذا حنا بغينا هذا يرجع المبدا القديم اللي كان عند الناس اللي كانوا كيرعاو هذه الجمعيه هذه، هو انهم كيشوفوا المصلحه ديال البنت، كيوجدوا هذيك البنت على ان واحد النهار خاصها تخرج وخاصها توجد المستقبل ديالها. هنا كيف ما كنشوفوا النقطه الثانيه اللي ان حنا بغينا نهضروا عليها هو ان هاد الناس المسؤولين بدلوا المبدا ديال هذه الجمعيه، انهم كيديروا قوانين اللي في صالح ديالهم هما. هاد القوانين منها مثلا انا وحده من البنات اللي صافي قرات وصلت واحد النيفو وخديت الماستر ديالي، خاصني نخرج صافي تسهل لي لافول الناس غادي نمشي في حالاتي. الجمعيه كانت ملي كتوصل البنت لهذا الشيء كيوجيها ولد الناس، كتجوج كتمشي، كتجوج كتجمع لك داك، كدير لك عرسك في الجمعيه، كيوجدوا لك داك الشيء اللي خاصو يدير كاي بنت في دارهم. يعني اي بنت عندها في والديها راه كيوجدوا ليها داك الشيء ديالها، كيفرحوا بها حتى كتمشي لدارها. هاد الجمعيه كان هاد الشيء من قدام الزمن، هو هاد المبدا كاين، علاش حتى لدابا عاد يتحيد هاد الشيء؟ جاوبين ليلا ونهار كيقولوا ما بقاش العرس كيدار في هاد الجمعيه. علاش يتحيد هادشي؟ وان الجمعيه ما كتخسر فيه حتى شي سنتيم، حتى ما كتخسر فيه، كلشي كيف فضل المحسنين اللي كيديروا. هو داك السيد غيخسر حاجه وحده، شنو هي انها الباب ديال داك القاعه انه يتحل. هذيك القاعه ما دارتوش كاع، ما دارش في هذيك الجمعيه، السيده المحسنه الله يجازيها بخير هي اللي دارت هذيك القاعه بهدف انه يداروا فيها العراس للبنات المستفيدات في هذيك الجمعيه، ما دارش فيها اجتماعات واهداف شخصيه لدوك المسؤولين. هاد المبدا تبدل بالمره. هاد القرار اللي اتخذ انه يتحيد فيه العرس بدون علم الناس المسؤوله، السيده اللي كانت دات هادشي، وبدون علم الناس اللي زعما ما وراء الشاشه اللي كيناضلوا على انهم يخليوا ديك الجمعيه في احسن حال. كيف ما كنعرفوا في اي دار كيكون فيها مشاكل، ماشي مشاكل ديال الدراري الصغار ولا البنات، راهم المشاكل ديال البنات راهم باينين، يعني وحدين يتخاصموا مع بعضياتهم، راه في اي منزل كيكونوا بحال هاد التجارات. ولكن ماشي حنا حكا في خيريه غيكون هاد التجار اجي نهزها نخرجها للزنقه، علاش غادي يخرجها للزنقه؟ واش هي مدخلها عمتها ولا خالتها؟ حيت ما قادش انها تقوم بالواجب ديالها من تجاه دخلتها للجمعيه، حيت ما عندهاش والدي هذاك الشيء علاش دخلتها للجمعيه. تجي انت ترجع لها وهي مسكينه ما عندهاش فين تمشي، غتمشي ديريكت للشارع. علاش هاد الشيء؟ علاش؟ الدريه مادام هي سقطت والديهم، حتى كون كانت عند والديهم غتعاود العام وغتعطاها فرصه واحده اخرى وغادي تكمل قرايتها. دارت شغب غنصلح لها الشغب ديالها وتكمل قرايتها. علاش هاد الشيء؟ ما هادي غير هاد الشيء غير مبرر على انهم يجريو على بنات بهالطريقه هذه. ونزيدوا على الطريقه الحاجه الاخرى هي ان القضيه اللي كتوصل البنت 18 عام تخرج 18 عام توصل 18 عام يلاه بدات. بالنسبه لنا حنا البنات اللي كنا مناضلات ديال 2015 اللي كنا باقيين لا خدينا الباك ديالنا وكانوا بغاو يخرجونا للشارع، حنا نضلنا على حقنا، حيت هضرنا على بنات وحدين اخرين، حيت حنا دزنا هضرنا على حقنا انه بنات اخرين
ما غاديش يقدروا يهضروا على ليوسهم. هذوك البنات يلاه خداو الباك ديالهم، يلاه غادي يقولوا بسم الله، يلاه غيبداو حياه جديده. عندهم 5 سنين من ورا الباك، خاصهم انهم يوجدوا ويقراوا ويديروا. فين غيمشيو يقراوا؟ انتما ما كتعاونوش البنات على انهم يمشيو يكملوا قرايتهم. انتما كتعاونوا البنت على انها تهرس، حتى كتبدا تحل شويه عينها، شويه كتبدا تخرج نيشان الشارع. شحال من البنت معانا حنايا خرجت نيشان الشارع، كنتلاقاو معها حامله، جات لها ولاد، يا اما مسكينه كنعسه في الشارع كتشمكر، ولا كتلقاها خرجت للطريق الله يحفظ. هذا الشيء حنا كنشوفوه بعينينا، هذا الشيء ما خصوش يكون بتاتا. النقطه الاخرى اللي كنبغيت ناكد عليها هو ان كاين الميز العنصري في هذه الخيريه هذه. كاين، علاش؟ بنت مسكينه ضرها عينها ولا شي حاجه، ولا واخا ما تكون عندها حتى شي اعاقه، مسكينه غير مثلا غير قموش لها وجهها ولا شي حاجه، ما يدخلهاش الجمعيه، ما يدخلهاش الخيريه. علاش ما تدخلش؟ ماشي من حقها على المعاقين ولا اللي كيعاني من شي ذوي احتياجات خاصه ما كيدخلش الخيريه. ما عندوش الحق انه يقرا، ما عندوش الحق انه يكون عنده حتى هو بلاصه في هذيك الجمعيه، ولا انه باش يكون عنده حتى هو مستقبل. علاش هذا الميز هذا؟ علاش؟ علاش حتى لين غادي نبقاو بحال هكا؟ خاصي تلقى لنا حل مع هذا المدير ديال الخيريه الدوماخ، حيت هذا السيد ماشي بلاصتو انه يكون في هذه الخيريه هذه. هذا الانسان عنده قلب من الحديد، الانسان عنده هدف شخصي، ما خاص من المفروض انه يكون انسان عنده قلب، من المفروض يكون عنده انسان عنده قلب حنين يحن على دوك البنات. حيت دوك البنات خاص يكون عندهم حنان الاب قبل ما نشوفوا الجانب المادي ولا الجانب، خاص يكون عندهم ذاك الجانب المعنوي. المعنوي لاننا نشوفوا واحد كيحن فينا، واحد كيبغي لنا الخير، واحد باغي يوصلنا لواحد البلاصه، واحد باغي يشوف فينا كبناته. ما كيشوفش فينا كبناته، كيشوف فينا على اننا حنا بنات عاهرات. هذا هو خلاصه القول في هذا الشيء كامل. ما كيشوفش فينا، ما كيبغيناش نكونوا حنا هما الافضل. واش حنايا بنات وصلوا لواحد النيفو قراو وما يشوفش ليهم خدمه؟ علاش؟ حيت حنا كنعرفوا كل شيء هنا، ما كانش شي حد كيعرف شي حد ما غاديش تخدم. حنايا بنات مساكن محتاجين يخدموا، محتاجين شحال من حاجه. وصلوا لواحد النيفو خاصهم يتلقى لهم حل. علاش ما يتلقاش لهم حل؟ علاش هذا الشيء كامل انتقام من عنينا حنا؟ ما كيشوفش فينا حنايا البنات اللي كنفوتوا 18 عام. علاش؟ واش حنا ما عندناش الحق في العيش؟ واش حنا ما عندناش الحق على اننا نكونوا من البنات اللي يمشيو يخدموا ويمشيو لديورهم ويكونوا حتى هما يكملوا حياتهم عادي؟ واش حنا فيما العام اللي جاي يلقى هذيك البنت شاده داك القنت هكاك؟ حشومه، عيب. خاصو يدير واحد غير واحد الخطوه، واخا غير 1% انه يتحرك، غادي تعطي واحد الافاده. السيد ما كيحركش حتى واحد النقطه اللي غطيح في الماء، ما تتحركش بتاتا. علاش هاد السيد؟ علاش؟ علاش هاد الشيء؟ الا ما كانش هاد السيد غادي يعاون البنات، علاش باقي هنايا في هاد الجمعيه؟ علاش يجيب واحد اللي غادي يعاون كل بنت على الحاله ديالها، يشوف الحاله ديالها؟ كاينين البنات اللي دخلوا في حاله اكتئاب، بنت عندها 10 سنين دخلت في حاله اكتئاب، دخلت في غيبوبه لمده 4 ايام. هذا لا يعقل. واش 10 سنين تدخل في حاله غيبوبه لانها مسكينه ما كتخرج، كتبقى غير في بلاصه وحده؟ هذا الشيء ماشي معقول. البنت كيطردوها بدون سبب، بدون سبب، يعني دير غير شي شغب شي حاجه كيخرجوها. انا كنشد الناس المسؤولين، الناس المحسنين، الناس كاع اللي يقدر يعاون هاد البنات هادو، كاع اللي يقدر يلقى لنا شي حل مع هاد المدير ديال الجمعيه ديال دوماخ. هاد المدير راه ما كيعاونش البنت، هاد المدير راه كيعاون البنت على انها تمشي تخرج للشارع. هاد البنت كيعاون البنت على انها تولي بنت شرسه، على ما كيعاونهاش على انها ديفلوبي الكوتي بيرسونيل ديالها.